ياه، كان يوم متعب النهارده. نلعب لها بقى شويه بلاي ستيشن 5 بقى، وانشارتد، وايام مضت بقى ونخربها يا معلم. يلا بينا. يلا بينا. ايه؟ نعم. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، هو ده اللي حصل معايا. تم تعليق الوصول الى بلاي ستيشن نتورك بواسطة هذا الحساب بصفة دائمة بسبب ايه؟ حدوث الايه؟ انتهاكات لشروط الاستخدام واتفاقية الخدمة لبلاي ستيشن نتورك. وبالانجليزي بحاول بقى الانجليزي، الجهاز الانجليزي، اشوف الكلام ده يعني يكون، عشان الكلام تعليق الوصول مش فاهم انا اي تعليق الوصول. بشوف بالانجليزي لقيت permanently suspended اللي هو اتحذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الرحمن معاكم. ده بالظبط اللي حصل معايا يا جماعة. زي ما انتوا شايفين اللي حصل، ان انا في يوم عادي من الايام العادية جدا جدا بفتح البلايستيشن 5. طبعا عندي حساب اساسي وحساب تاني عربي، فبفتح الحساب الاساسي في البلايستيشن 5 عادي جدا، لقيت حاجة غريبة. لقيت ان الحساب معمول له تسجيل خروج. قلت عادي، يلا ما فيش مشكلة، يعني نعمل تسجيل دخول تاني. عملت تسجيل دخول للحساب، لقيت الرسالة اللي انتوا شفتوها دي يا جماعة. تم تعليق الوصول، حظر. ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ مزاجهم كده. هو كده واحد قاعد في خدمة العملاء، قاعد كده عمال بياكل شيبسي وبتاع، ما بيعملش حاجة. الحساب ده نعمل له حظر صفر، يلا حظر. اولا يعني انا ما عنديش اصحاب على البلاي ستيشن، لان البلاي ستيشن جديد شوية عندي عن الاكس بوكس، فما عنديش اصحاب فيه خالص نهائيا. ثانيا ما بلعبش اونلاين، يعني الحسابات اللي بيتعمل لها حظر بقى دائم وبتدخل في الدوامه دي بتكون بسبب مثلا شتيمه جامده او حاجه زي كده. وحتى لما بيحصل كده يا جماعه بيكون في تحذيرات، بيديك حظر مثلا في الاول يومين، بعدها حظر اسبوع، بعدها حظر مش عارف ايه. انا فجاه كده حظر دائم، يلا بقى حظر دائم. مش مصدق نفسي، ما عملتش اي حاجه، حرفيا ما عملتش اي حاجه يا جماعه. في امان الله كده قاعد حظر. مش ممكن يعني. وحسابي امريكي، فانا طبعا هضطر ان انا لازم اكلم خدمه عملاء زفت امريكا. وهكلم بقى خدمه العملاء دول ازاي؟ انا كنت نزلت قبل كده عن خدمه عملاء سوني ان هم زباله، يعني انا بسميهم خدمه عملاء المجاري، مش سوني، خدمه عملاء المجاري هو ده اسمهم حرفيا. فانا كده هضطر ان انا اكلمهم ان حسابي اتحظر، وحسابي ده انا صارف فيه $100 ومشترك بلس سنه. وكمان لما بيعمل لك حظر على البلاي ستيشن، شوف النصب بقى، بيخليك تخسر كل الالعاب، يعني الالعاب اللي انت اشتريتها بفلوسك ما تعرفش تلعبها، الاشتراك البلس ما تعرفش تلعبه، اي حاجه، مع السلامه. ليه؟ لان واحد كده قاعد بياكل شيبسي ما بيعملش حاجه، حظر مزاجه كده. انا مش مصدق نفسي يا جماعه، مش مصدق نفسي حاجه الحاجه دي. وطبعا انا مش انا بس اللي حصل له الكلام ده، انا بحثت على النت في ريدت مثلا، بحثت على اليوتيوب، لقيت ناس بالهبل حظر بدون اي سبب، هو كده حظر وخلاص بقى. يعني انت عارف، لو انا شتمت مثلا، او لو انا اسمي مثلا مسيء، في مثلا من ناس بتعمل اسماء مش كويسه، مش ظريفه، اسماء عنصريه، ماشي مفيش مشكله. انما انا قاعد في امان الله ما بعملش حاجه، تعمل لي حظر ليه؟ ايه سوني فوقه. اخبار دايما هعرفكم دايما ايه اللي حصل في حسابي، هل رجع ولا مرجعش، ان شاء الله يعني اعرفكم. ولو عرفت الحل، لان في ناس كتيره، مش انا بس اللي بعاني من الموضوع ده، مش انا بس اللي بعاني من الموضوع ده. وحصل كده من فتره موجة حظر كده للحسابات العربية، ف
فترة والناس قالت لك ده مستقصدين العرب ومستقصدين الحسابات العربية، لا الكلام ده غير صحيح، انا حسابي امريكي حظر بدون اي سبب. وبحثت لقيت في النت ناس بالهبل برضو امريكان وبرضو اوروبيين حسابات حظر وخلاص. فانا مش فاهم سوني دول. عايز اسألكوا سؤال واحد يا سوني، ايه نوع الحشيش؟ نوع فاخر، النوع ده الواحد ما شافهوش في حياته. والله هم يلحق، هو بيقول لك المثل كده، هم يحزن وهم يبكي، هم يضحك وهم يبكي. اه هم يضحك وهم يبكي. هوريكو يا سوني هوريكو، بس حبيت اعرفكم يعني يا جماعه اللي حصل معايا. دمي اتحرق، دمي اتحرق، بقيت شويه كده وهمسك الاكس بوكس بالاحضان، احضنه بالاحضان. من كام يوم كده لما حسابي على الاكس بوكس الاساسي الفيزا مش شغال عليه، كلمت خدمه العملاء وعارفين ان انا مش قصدي في الارجنتين، مفيش اي مشكله. قالوا لي يعني ان احنا ان شاء الله بنحاول نوسع الاكس بوكس في دول كتير بقى، سواء كان مصر او العراق او اي دول مش مدعومه، هنحاول نوسع الاكس بوكس. يعني الراجل اللي بيكلمني او الست مش عارف بيدعمني، يعني بيقول لي ان انا عارفين انك مضطر انك تستخدم الارجنتين. خدمة عملاء يعني اقول ايه، بني ادمين مش حمير مش مجاري. كفاية كده، كفاية كفاية كده يا جماعة. اشوفكم على خير ان شاء الله، اعرفكم الاخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.